تلميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. الموضوع موجود على القناة في كومينوتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار معا. التمرين الأول، أكمل بالعدد المناسب 24 60 30 90. لدينا 1 ساعة تساوي دقيقة، نصف ساعة تساوي دقيقة، 1 ساعة ونصف تساوي دقيقة، وواحد يوم كم يساوي من ساعة. إذا لدينا 1 ساعة أو ساعة واحدة كم فيها من دقيقة؟ أحسنتم، 60 دقيقة. ساعة واحدة تحتوي على 60 دقيقة. نصف ساعة، نصف 60، نصف ساعة كم فيها من دقيقة؟ جيد، 30 دقيقة. نكتب 30 دقيقة. إذا ساعة فيها 60 دقيقة ونصفها فيها 30 دقيقة. نواصل، 1 ساعة والنصف، و عملية الجمع، و 1 ساعة والنصف كم فيها من دقيقة؟ لدينا 1 ساعة فيها، ها هي فيها 60 دقيقة، و زائد ونصف ساعة فيها 30 دقيقة. الساعة والنصف نجمع 6 زائد 3 تساوي 9. إذا 1 ساعة والنصف فيها، أحسنتم، 90 دقيقة. ها هي 90 دقيقة. 1 يوم كم فيه من ساعة؟ تساوي 24 ساعة. إذا نراجع، ساعة فيها 60 دقيقة، نصف ساعة تساوي 30 دقيقة، ساعة ونصف استعملنا الجمع وجدنا 90 دقيقة، ويوم واحد يحتوي على 24 ساعة. ننتقل إلى التمرين الثاني، عين الزوايا القائمة باستعمال القوس. لدينا الشكل، نعين الزاوية القائمة وذلك باستعمال القوس. القوس نستعمل هذه الجهة، نستعمل هذه الجهة. إذا وجدنا الخطان ينطبقان على هذا الجهة نقول أن هناك زاوية قائمة. إذا نبدأ مع هذه، نلاحظ أنهما ينطبقان، إذا نقول أن هذه عبارة عن زاوية قائمة ونرسمها. هذه جيد، هي زاوية قائمة، الخطين منطبقان مع الكوس. بقي هذه، ليس منطبقان، من هذه ليست زاوية قائمة. نضع هذه النقطة مع هذه النقطة، ليسوا منطبقين، إذا ليست زاوية قائمة. هنا كذلك ليست زاوية قائمة، هذه عبارة عن زاوية قائمة. بقي هذه، منطبقة، إذا هي زاوية قائمة. إذا راجعنا كل الزوايا، 2 3 4 7 زوايا. إذا كم يوجد من زاوية قائمة؟ نحسب الزاوية القائمة، 1 2 3 4. إذا نجيب عن السؤال، يوجد 4 زوايا قائمة وذلك باستعمال القوس. ننتقل إلى التمرين الثالث، احصر كل عدد بين 10 متتاليتين. لدينا أعداد 546 876 629 75 48 89 بين 10. إذا نعين منزلة العشرات، وحدات عشرات، هي 10. نكتب 54، وهذه 6 نعود من اليمين نعودها بصفر. إذا المحصورة بين 504 نضيف 10، أحسنتم، 550. نفس الشيء منزلة الوحدات العشرات، نكتب 87 ونضيف 0، 870، أحسنتم، 880 بين 10 متتاليتين. منزلة العشرات نكتب 62 ونعوض 0، إذا 620 نضيف 10، أحسنتم، 630. إذا 546 محصورة بين 540 550،
876 870 880 620 630 دائما نضيف 10. منزلة العشرات عشرتين، هي منزلة العشرات، لدينا فقط 7، نكتب 7 ونعوض 5 بصفر، إذا وجدناها محصورة بين 70، نضيف 10، جيد، 80. منزلة العشرات 4 ونضع 0، 40، 50. منزلة العشرات 8، 0، 80، 90. إذا 75 محصورة بين 70 و80، بين عشرتين متتاليتين، 40، 50، عشرتين متتاليتين، 98، عشرتين متتاليتين. نلتقي إلى التمرين الرابع. اكتب الأعداد في مكانها. لدينا أعداد 559، 413، 720، 699. لدينا الشريط 400، 500، 600، 700، 800. إذن ما هو العدد من بين هذه الأعداد المحصور بين 400 و 500؟ بين 400 و 500، جيد، هو 413. 400، 413، 500، ترتيب صحيح. بين 500 و 600، بين 500 و 600، جيد، 559. ترتيب 500، 559، نصل إلى 600، ثم من 600 إلى 700، ما هو العدد الذي نكتب بينهما؟ أحسنتم، 699. 699 نحصر بين 600 و 700، وأخيرا 700، جيد، 720، ونصل إلى 800. إذا نراجع الشريط. 400، 413، 500، 559، ثم 600، 690، 700، 720، و 800، ترتيب تصاعدي. نلتقي إلى الوضعية الإدماجية. يدرس في السنة الثانية 69 تلميذا، منهم 35 إناث والبقية الأخرى ذكور، أحسب عدد الذكور. إذا في السنة الثانية يوجد 69 تلميذ، كل التلاميذ عددهم 69، منهم 35 إناث، عدد البنات السنة الثانية هو 35. المطلوب أحسب عدد الذكور، عدد الذكور هما البقية. البقية دائما عملية، أحسنتم، عملية الطرح ناقص. إذا نأخذ كل التلاميذ 69 ناقص عدد الإناث 35 نجد عدد الذكور، عدد كل التلاميذ ناقص إناث نجد عدد الذكور. نجري العملية عمودية، 69 ناقص 35 تساوي 9 ناقص 5، 5 نصعد إلى 9، 5، 6، 7، 8، 9 نجد 4، 6 ناقص 3 نستعمل الأصابع اليد، 3، 4، 5، 6، إذا 3، 69 ناقص 35 تساوي 34. نجيب عن السؤال، السؤال هو أحسب عدد الذكور، إجابة عدد الذكور كم يساوي؟ وجدناه 34. إذا نراجع الوضعية، عدد التلاميذ في السنة الثانية 69 تلميذ، عدد الإناث 35، لكي نجد عدد الذكور نستعمل عملية الناقص، عملية الطرح، وجدنا 34. لو جمعنا 34 عدد الذكور مع عدد الإناث نجدهما كل عدد كل التلاميذ هو 69. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.